الحمد لله اليوم أطلقنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي، الاستراتيجية تماشين مع استراتيجية دولة الإمارات 2030 لتحقيق هدف مئوية الإمارات 2071، وكذلك تماشين مع منظومة التميز بإمارة الفجيرة والرؤية والرسالة للمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. الذكاء الاصطناعي الهدف الأساسي من تطبيق هذه الاستراتيجية هو استشراف للمستقبل وتطبيق والتحول من الرقمي للذكي. المؤسسة شكلت فريق يمكن خلال من شهر بداية هذه السنة لوضع هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف بها. الاستراتيجية بتركز بشكل كبير في موضوع تطوير خدماتنا من خدمات رقمية لين خدمات ذكية، وبتركز في تطوير كذلك الكوادر والموارد البشرية اللي موجودة بمؤسسة الفجيرة وتحليل البيانات السريع الموجودة، وفي النهاية هذا كله بيخدم العاملين والمتعاملين مع مؤسسة الفجيرة. توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة وولي عهده هي وضعت لنا اللبنة الأساسية لهذا التطوير اللي نشهده اليوم. الشكر موصول لكل الفريق اللي ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية، وندعو في النهاية كل المؤسسات والشركات إنها تشاركنا في تحقيق هذه الاستراتيجية، تحقيق استراتيجيتنا، ومثل ما أعيد وأكرر الهدف المرجو من هذه الاستراتيجية.